طبعا كان هذا الدور كبير في قمة أول مؤتمر في النسخة الأولى تنسيقا مع هيئة الرقابة الإدارية والجهات المعنية لواحد من أهم المشروعات على المستوى الحكومي اللي فيه اهتمام كبير جدا في الحكومة المصرية وأكيد وزارة الشباب والرياضة الانترنال اوديتنج أو المراجعة الداخلية للكوربريت جفرنس أو الحوكمة ده ما بيسموها الإدارة الرشيدة واحدة من أهم أسس التطوير لا ولن يكون هناك أسس للتطوير دون وجود خط موازي وهو خط المراجعة الداخلية التقييم على وضع الأسس والقواعد والسياسات واللوائح ومراجعتها الخاصة بإدارة الأعمال. هو النهاردة المؤتمر ده الهدف منه دعم التواصل بين إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الشباب والرياضة وبين إدارات المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديريات، عملية تنسيق ودعم من الإدارة لهذه الإدارات الثانية وتواصل بين الإدارة المركزية والإدارات وتفعيل هذه الإدارات في المديريات. طبعا الهدف منها إن إحنا عايزين نرفع كفاءة المنظومة كلها الإدارية ونطلع بيها لمستوى كفء وعالي، وإحنا الهدف بتاعنا أصلا هو التصدي لأي أخطاء. الحقيقة وزارة التخطيط هي شريك رئيسي مع كل وزارات وأجهزة الدولة، وما ننساش أن هي كانت في وقت من الأوقات مسؤولة كمان عن الإصلاح الإداري، فهي الحقيقة الوزارة من الوزارات اللي ابتدت واهتمت بإيجاد الوحدة الخاصة بالمراجعة الداخلية والحوكمة، وبعض الوزارات زي وزارة الشباب والرياضة كانت مبادرة وخدت المبادرة ديت وبنت عليها، والنهاردة الحقيقة بيسعدنا أن احنا نشارك في فعالية بتجمع المختصين بالوحدات ديت بوحدات المراجعة الداخلية والحوكمة، لأن احنا كمان كوزارة شغالين على ان احنا نضع إطار مؤسسي لآليات عمل الوحدة ديت، فأعتقد ان ده هيكون وهنتكلم عنه النهاردة ان شاء الله، فأعتقد ان ده هيكون مساعد وبيضيف قيمة للفعالية بتاعت النهاردة. الهدف من الايفنتس دي او الملتقيات دي الجديدة ان الناس تبتدي تفهم ايه هي وظيفة ادارة المراجعة الداخلية، ليه هي اداة رقابية مهمة جدا لكل الادارات، ليه هي اداة لتقييم العمليات اللي بتحصل سواء عمليات مالية او عمليات تشغيلية او حتى التزام بالسياسات والاجراءات والقوانين واللوائح، ليه هي بتساعد المديرين الادارات والمديرين التشغيليين في اداء وظيفتهم بشكل افضل بدون ما يكون في عندهم اخطاء جوهرية او بدون في عندهم مخالفات للقوانين او القواعد او السياسات او اللوائح اللي موجودة.